نروح للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اللي أعلن عن قائمة النادي الأهلي المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية. الأهلي هيواجه طبعا يوم الخميس الجاي الساعة 7:30 نادي التحيل على ملعب المدينة التعليمية الريان، ده طبعا في ربع نهائي كأس العالم للأندية. الفائز من مباراة الأهلي والتحيل هيواجه فريق بايرن ميونخ الألماني بطل أوروبا في دور نص النهائي من البطولة اللي طبعا كلنا بنتمنى إن هي نشوف فيها أداء مشرف للنادي الأهلي. الموقع الرسمي للاتحاد الدولي نشر قائمة النادي الأهلي اللي ضمت 23 لاعب بأرقام اللاعبين، من بينهم لاعب واحد بس تحت السن وهو كابتن مصطفى شوبير. جت قائمة الأهلي كالتالي: في حراسة المرمى محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، في خط الدفاع أحمد رمضان، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، بدر بنون، سعد سمير، علي معلول، ومحمد هاني. في خط الوسط حمدي فتحي، اليو ديانج، عمرو السولية، محمد أفشة، وأكرم توفيق. في خط الهجوم محمود كهربا، مروان محسن، محمد شريف، حسين الشحات، صلاح محسن، والتر بواليا، طاهر محمد طاهر، وجونيور أجايي. كل ما بقول اسم أفشة بفرح. يعني كل اللعيبة طبعا، بس نتمنى أفشة بالتحديد. نتمنى ان هم يكونوا في حالتهم، وانا بيتهيألي انه دي المناسبة اللي كانوا مستنيينها عشان يطلعوا اقصى ما عندهم.